تناولنا الفقرة الأولى ما يخص قضايا النادي الأهلي، ولكن في الفقرة الثانية فكرة رمزية النادي الأهلي. ورمزية النادي الأهلي بتتمثل في الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء مجالس إدارات النادي الأهلي عبر التاريخ، يعني كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن حمدي، كابتن صالح سليم، مهندس محمود طاهر، لكل منا كله احترامه وتقديره، ولن نسمح بالمساس بأي شخص يمس النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي. ولكن البعض بيتكلم عن فكرة أنا أنجح إداريا من الخطيب، أنا أنجح من الخطيب في مجال الرياضة، فإحنا حبينا نجيب إنجازات الكابتن محمود الخطيب، واللي عايز يدخل أي مقارنة إحنا فاتحين المجال. إنجازات الكابتن محمود الخطيب وإسهاماته في مجال كرة القدم المصرية منذ أن كان لاعبا حتى رئيس النادي الأهلي، واللي عايز زي ما قلت يدخل مقارنة فاتحين المجال للدخول في مقارنة. أنا عايز أقول لك معلومة مؤكدة. اتفضل. كابتن محمود الخطيب هو الأكثر حصدا للبطولات من بين أي حد تاني في تاريخ مصر كلاعب وكإداري مجتمع. كلاعب وكإداري مجتمع بالظبط. احنا مستعرضين على البطولات، هنستعرض وهنتحدث عن شخص فعلا لازم لما الكرة المصرية تتحدث عنده تقف كتير قوي. يعني أيقونة الكرة القدم المصرية، فارس شاء من شاء وأبى من أبى، حتى باعتراف اللي هم المنافسين دي اللي عاملة مشكلة. الكلام اتغير يا أحمد، النادي ما كان بيتقال، وأسطورة كرة القدم كان في مصر بيتقال يا أحمد، واتغير لدوافع وأسباب معينة. فكرة أنت مش قادر تتخيل أن في حد أفضل منك، لا، في كابتن محمود الخطيب على مستوى اللاعب مش بس له إنجازات مع الفريق، لا كمان له إنجازات فردية ممكن نستعرضها على الشاشة معانا. إنجازات الكابتن محمود الخطيب اللي ساهم في بطولات أفريقيا وفي منح النادي الأهلي لقب القرن. أهدافه دي كانت أحد أهم المساهمات في فوز النادي الأهلي بلقب القرن، اللقب اللي البعض بيحاول إن هو يسطو عليه بطرق غير شرعية وغير قانونية. 37 هدف للكابتن محمود الخطيب في بطولات أفريقيا كالهداف التاريخي للاعب مصري على مدار البطولات. الرقم ده اتكسر في 2012 من مهاجم مازيمبي. 1978 الكابتن محمود الخطيب هداف أفريقيا في تصفيات كأس العالم، هداف كل أفريقيا. اللي الناس اللي بتتكلم فين إنجازات كابتن محمود الخطيب، هداف التصفيات على مستوى كل المنتخبات في 78. كابتن محمود الخطيب لعب 60 مباراة، سجل 28 هدف، في المباريات الرسمية سجل 22 هدف. قارنوه بأي مهاجم سجل بعدد المباريات ده هنلاقي النسبة أعلى للكابتن محمود الخطيب. 1983 الكابتن محمود الخطيب طبعا بيحصل على جائزة أفضل لاعب من الفرنس فوتبول، وهو اللاعب المصري الوحيد. محمد صلاح خدها ولكن خدها من الكاف، لكن من الفرنس فوتبول الكابتن محمود الخطيب من مصر فقط لا غير. في 2004 تم تكريم الكابتن محمود الخطيب من الكاف باعتباره أحد أساطير اللعبة. فين؟ في أفريقيا. في أفريقيا مش بس في مصر. في 2007 تم تكريمه رسميا من الكاف باعتباره ثاني أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا، وفي 2019 تم تصنيفه في المركز ال 13 ضمن أفضل 30 لاعب في تاريخ أفريقيا من فرانس فوتبول. يعني إنجازات الكابتن محمود الخطيب الفردية على بيشهد بها الكاف والفرنس فوتبول مش بس داخليا في مصر يا فارس.